اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم لحلقه جديده من الوك ثرو لإلدن رينج. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي. بدنا نبلش في الفولكانو مانر، بدنا نخلص المنطقه كامله اللي هي المنطقه الماجما هاي كلياتها. اذا بتتذكروا في الحلقات اللي فاتت كانت الغرفه هاي حكيت لكم هون فيها هيدن وول. طبعا هون ما بنقدر نعمل اتاك، فهي بتعمل رول يا ما بس تمشي عليها وبتشتغل تفتح الباب. الطريق هون كله حلزونات. ما تنزل تحت هلا، بدنا نمشي لهون. هون كلها حلزونات، فاركض للأخير أو اقتلهم، مش داعي تركض للأخير. كنت بدي اقتلهم واحنا راجعين بس خلص كانوا منزلوا. نيجي هون ناخذ اللوت كوك بوك، وهاي هيدن وول. ناخذ السمن. نرجع طرينا، ننزل الدرج. بس ننزل الدرج راح يكون عندنا بلاد هاوند، مش بلاد هاوند، وشو اسمه السلاح بلاد هاوند، وشو اسمه الاشي، ما علينا. بس ننزل الدرج راح يكون في انمي هو نفس الشخص اللي حامل سلاحنا، هو بلاد هاوند اعتقد. اوكي، في عنده ليفر، ناخذ الكلوز تاعونه، نكمل طريقنا. وتعال تشير شاي، شغل الجريس. اوبن ذا دور. للناس اللي كانت ماشيه معي بالفيديوهات من الاول، احنا اوريدي جينا على المنطقه بالهيك وشغلنا هاي الشورت كت. ففعليا اذا ما بدك تكمل مسح في المنطقه تطلع هون، وهي البوس هناك الشورت كت هاي فاتحه، احنا فتحناها بس اجينا جبنا الابجريد ماتيريال، فهناك البوس. فالطبيعي لو ما مشيت زيي وبدك وصلت هون، هذا الطريق اللي المفروض تمشي. تطلع من الجريس تروح يمين، ايش تعمله؟ تقتل الحيه. اوكي، بعدين بدنا نضلنا نمشي روف توبس الاولويه، نقتل الحيايا. اوكي، هلا لو مشيت من هناك على الشارع الطبيعي كل الناس اللي موجوده هون راح تصير ترمي عليك بويزن، واحتمال انك تموت كثير كبير، فافضل اشي انه نقتلهم من هلا. هون ما في حد. اوكي، ناخذ رون 5. واحد هون، ناخذ هذا اللوت. هون في ثلاثة، تمام. هون تحت في عندنا كلبين، كان لازم جيت هون انا داي تايم عشان نشوف. بس anyway هون في كلبين، اي واحد في اب دكتور، فانتبهوا. هاي الكلب الثاني الاب دكتور، هيو
تمام، ناخذ هذا اللوت على السطوح هذا هون في شايني بول. حاول لا تخليها توقع تحت لانه في عنا اومن كيلر هناك. حاول لا تخليها توقع. نوم، نرجع على الدرج هون. قبل ما نطلع على الروف نيجي هون في كمان 3 كلاب مثلا. هذا الطريق اللي لو نزلنا على الدرج من هون احنا بنيجي. اوكي، في عنا هاد هون الكلاب. اوكي، هناك اول حية قتلناها. ارجع لهون واطلع على الروف هاد كمان مرة. كمان مرة ناخذ هذا اللوت سميثينج 6. في ضايل عندنا لوت واحد. ارجع من هون. ارجع نفس الشيء روف توبس. نط هناك مرة ثانية. في واحد هون بس بصراحة مش عارف اذا حيغلبنا ولا لا. خلص خليه عايش. اذا بدنا نروح بدنا ناخذ احنا هذا اللوت. هيو هون دروب. عنا لومين كيلو. شوف اذا بنقدر ناخذ باك ستاب. نقدر ناخذ باك ستاب. اوكي، ناخذ هذا اللوت. دون اوكي، هذا اللوت. اوكي، هون ورا ما اعتقد في شيء. خلينا نشوف. ما في شيء هون جوا. ناخذ ارد تري سيل هاي للفيف يعني تشارم. هون ما في شيء. في كلب. هون في حبة لوت موجودة هناك، ففي الغالب هي بعيدة شوي مو شرط تضبط. بس رن مفروض رنو جنب هناك بس ما زبطت. هرجع اخذها كمان شوي. ثانيا كمل طريقك من هون واركض للاخر. في عنا هون الجرار. خذ هذا اللود. زي ما انتم شايفين كونه احنا مبلشين الكوست لاين تبع الجره فهم ما عم يضربون. في واحد بس حاب يموت. في عنا هذا اللود كمان. ارجع لهون جمب. هنا فوق راح يكون في 3 انيميز انتبهوا منهم. هاي الجمب برضو صعب شوي. بالضبط.
وين رايح يا زلمة؟ مع اني جايك. اوكي. هنا ما في لوت صح؟ اوكي ما في لوت هون. anyway من هون بنكون رجعنا من محل ما نطينا من شوي. خلينا نعطيها كمان تجربة. بالضبط برافو علي. ستون سورد كي جمب مرة ثانية او ما تعمل الجمب. لو الداجر لساته معاك اعمل باك ستيب. anyway هلا بدنا نرجع لفوق نكمل طريقنا طبيعي زي ما كان المفروض نعمل. اوكي زي ما هاي الجنب يعني هي بعيده شوي بدك تركض. فالتريك اللي حكينا عنها من اول اللي هي نط هول دائره امشي ونط. alright هيك احنا رجعنا مطرح ما كنا. تقريبا خلصنا هيك المنطقة ما ضل فيها لوت. بدنا نروح على البوابة هاي نقتل الأخ. هناك ما في لوت. نطلع الدرج هلا. بس نطلع الدرج هون المنطقة كلها مسحناها. افتح هاي. هون راح يكون في ابدكتر بس اولها راح يكون ما عم يعني ما بضرب. اوكي جوا في تاليزمان. فوق راح يكون في 4 او 5 من الانيميز هذول نفسهم. تاليزمان بلس 1 اعتقد انها بلس 1 مش متاكد. ليش هذا طيب ليش؟ هاي التاليزمان كريمزون امبر ميداليان هاي اللي هي كان في معك اوبشن انك تاخذها في بدايه الجيم واحده من الشغلات البونص. هاي بلس 1 بتزيد لك الاتش بي بار تاعك بتزيده 100 وشيء نوت باد. نقتل الحيه هاي. هذا الباب مسكر تيجي من هون على الشمال جمب خذ اللود كمان جمب. في هناك لوت هلا شوي بناخده. تفوت من هون. هون في هدول الناس. لو ما بدك تقتلهم بامكانك تعال هون افتح الباب. انا معي 150 الف سول هدول لازم ينصرفوا. هاي هون فتحنا الباب. هلا احنا اجينا من هناك قتلنا الحية فتنا على الشمال فتحنا الباب. هلا بدنا نروح على اليمين. هون على اليمين اخر اشي في حية. اوكي ناخذ سميثينج فور. وهون في سلم. هذا السلم كثير ناس ما عم بتشوفه وانا من الناس اللي ما شفتهم بالبداية. طلع السلم. في هذاك اللوت هذا بناخده. بدك تعمل دروب هون.
اوكي جوا في عنا كمان اومن كيلر هي هناك حاول باكستاب اوكي ناخذ هذا اللوت عباره عن ستاف وبناخذ الماسك الماسك هذا اعتقد للاركين اعتقد مش متاكد هلا بنتاكد بس نوصل لجريس تيجي هون تطلع هون برا في كمان سلم هذا الهد اللي اخذناه بالضبط هذا بزيد الاركين 4 زي ما شايفين الاركين صار 16 عندنا فالناس اللي بتلعب اركين هذا بوست كويس نيجي هون وهي اللوت اللي حكينا عنه من شوي بعدين جمب تحت وهيك رجعنا على الباب اللي فتحناه من شوي دولاب تمام هون في عندك الانيميز هذول دول هموتوا بسرعة بس اذا واحد مسكك راح يعمل دمج منيح نزل الدرج من هون مش راح يبين بس على الجهة الثانية البلكونة اللي كنا عندها من شوي انزل هذا الدرج على طول لف في واحد هون في واحد هون في واحد ورانا في واحد هون خذ الجولدن رون بعدين نيجي على الشمال نقتل هاد نقتل هاد هون في حية يم ولوت موجود هون جريت بولت الجريس تاعتنا هيها هون فلو انت بحاجة للجريس خذ الجريس قبل ما تبلش بهدلاك بس بنفتح الباب بعدين بنشغل الجريس اوكي شغل الجريس على السريع اصرف الرونز اللي معاي 159,000 ريست ريست لو سمحت خلينا مورنينج عشان اشوف ليفل اب ديكستريتي بدي احاول اوصلها 50 بعدين بصير ارفع السترينث ل 50 برضو هون نطلع في سلم لو بدك تنزل بامكانك تعمل دروب اول اشي خليك هيك على اليمين هون في لوت وما فيش تعال هون ناخذ الليفر فزي ما حكيت الطبيعي انت عشان توصل فولكينو مانر انت لازم تمشي هذا الحكي كله هون على الحجر هذا كان في لوت احنا اخذناه في لفتنا القديمه كان هون اللوت هذا اللي ورا جمب هون تمشي هاي الحفه فعليا جمب هون احنا قبل شوي كنا هناك احنا طلعنا على هذاك لفوق هنا واللوت كان على الدرج اللي موجود بالضبط هلا فوق راس الكاركتر شايفينه الدرج كنا على الجهه الثانيه بس بحاول اربط لكم الماب سميثينج 6 من هون نط هون للي ما حضر قبل هون كان في سومبر ستون هلا بورجيكم مكانه من وين اخذناه
وللي ما حضر الحلقة يروح يحضرها مش غلط عشان يعرف كيف يمكس الويبون تاعه. تعال جمب هون بعدين بتنط هون نط هون. وهناك تحت كان في عنا سومبر اعتقد انه 6 كان هناك عديك الجثة. ف اللي ما حضرها يروح يحضرها عشان يعرف ياخذ ويبون ماكس ليفل. مهم نرجع لطرينا هون. هون في كمان حية ولا قتلتها؟ اه قتلتها هلا قتلتها. اذا في مصعدين هذا راح يوديك فوق على البوس هذا راح ينزلك تحت. اول شيء نروح تحت في عنا هون ماجما ويرم. هاي هيلثها عالي شوي انتبهوا منها وهي مزعجة. انا ما غيرت الفلاسك ماشي. حاول انك تسحبها لهون عشان المساحة اكبر. تاخذ دراجون هارت جمب لهون الجهة هاي نروح هناك. اوكي سميثينج 7 وهي المنطقة احنا اخذنا كل اللوت اللي فيها في الحلقات اللي راحت في حلقة الليفلينج. نرجع المصعد حنطلع في المصعد الثاني. المصعد الثاني هناك على الهف كان في سومبر 5 احنا اخذناه. قتل هذا الزلمه. اوكي فانت بالطبيعي بتوصل لهون هذا بكون البوس هون باب البوس. فلما تيجي هون الجسر ما راح يكون موجود بدك تعمله بدك تعمل بول للليفر هذا بيطلع عندك هذا الجسر وبتصير عندك الشورت كات للجريس اللي هي هون. انا بدي اروح للجريس بس بعمل ريست على السريع لانه فايتين بوس فايت. اوكي بوس فايت جاد سكين اللي هو نفس الموب اللي كان موجود بالديفاين تاور اوف ليرنيا اللي هو الاشي الابيض الكبير بضله يتحفتل حواليك. بفاتنا وكل اشي جهز امورك. هذا راح يصير يلفلف بس يلفلف
رول رول باتجاهه. بس زي ما شايفين شوت بي ايزي فعليا، اللي بيننا اعلى منه بشوي. نجي هون ناخذ اللوت، شغل الجريس، ريست اذا بدك، بعدين بدنا ناخذ المصعد هذا. تعال من هون نطلع برا، طرينا احنا من هون من تحت بدنا ننط، بس قبل هيك في حبة لوت تاع السريع ناخدها. هيا هناك قبلنا، ابعد من هيك حطوها، ابعد من هيك. جولدن رون 9 هاي نوت، صح هاي نوت مش لوت. اوكي هلا بدنا نفوت على منطقة ماجما برضو. تيجي من هون جمب. اوكي ايش كرت حالي انتحرت. جمب جمب حرزنا، بدك تقتلهم جو اهيد. بدي اخذ هذا اللوت، هذول يفضل انك تقتلهم. زي ما شايف على حفة عالية في شوك. اوكي بعدين هون للاخر في كمان لوت. بعدين دروب هون، هون احاول لا توقع في الماجما لانه وان شوت هاي، لانه المسافة بعيدة فعليا. هون في ابدكتر، جمب اي حدا بعبطك ضلك اكبت L1 R1 تطلع منه اسرع. مش كل انيميشن العطلة راح تاكل دمجه. هاي تب من هون، تعال جنب هون، افتح هذا الباب، انزل السلم هذا، لوت انا في منهم اربعة هدول. هاي الرابع تحت هذا الباب ناخذ لوت. كوك بوك نرجع فوق. هذا الباب فتحناه عبارة عن شورت كات، يعني ما راح نستخدمها، ممكن نستخدمها بس ما اعتقد. هذا الباب احنا نرجع من الشباك. استنيني لا تروحي. اوكي سمبر 5 تيجي تنط من الشباك هاد، حناخد ستون سورد كي.
في كمان واحد، ما انا عارف ان في كمان واحد بس مش شايفه. ستون سورد كي. هذا هون تحت في مصعد، فانت المفروض تفوت على الغرفة من نص المصعد بتنط. كمان شوي بناخده بورجيكم كيف بالضبط. ما بدنا نفوت هناك لهلا، حنفوت بعد شوي. اوكي هون في حيايا. جاي تفضل. اوكي هون جوا راح يكون في ضفادع، ضفادع كالعاده. ناخذ التورتش تاعنا هون جوا بالضبط. زي ما انتم شايفين منطقة صغيرة عادي كتير نموت كيرس، فما في داعي ناخذ هذا الريسك. اوكي نرجع هون، فوت جوا هذا الباب. هلا هون المفروض تكون راية موجودة بس احنا ما بلشناش الكوست لاين تاعها، فحنعمله كمان شوي. انا نسيت اروح فعليا، كان لازم بعد البوس اروح احكي معهم. اطلع هذا السلم. اول واحد هذول بس تقتلهم بيفقعوا، فاول ما تقتله اعمل دوج رول بعيد عنه. هذا في عنده لوت هون تحت ولا مش هاد؟ اللي جنبه. اوكي هذا الطريق فعليا احنا لو اخذنا المصعد راح يجيبنا هون، مصعد عند البوس. كمان شوي راح نجي، راح اورجيكم كيف نجي. دولاب وهاد وهاد كمان. هذاك اللوت دروب اعتقد، هذول دروب من الحياة. anyway كمل طريقنا لهون. في عندك كمان حية هون، هاي معها ماجما ويب. اوكي ذات ست، مش المفروض انه في لوت تاني. كمل طريقنا هون، فوت الباب اللي على اليمين اوبن. راح يكون في خمسة من الراسم بيفقع وفي ثلاثة او اربعة حيايا تانيين. هاي حية. وهذا الزلمة هون كاستر. اوكي. هذا هون البورتال للبوس. ما راح ناخذه هلا، راح ارجع له كمان اربع دقائق مثلا، ما بعرف ليش بس اربع دقائق بقى فاين. هون في لوت ما اخذته صح؟ هذا اللوت بعطيك السمون، تصير تعمل سمون للحياية. هاي مان سيربنت. المهم زي ما حكيت هناك البوس، لا تروح هناك لهلا، واحنا زي ما اتفقنا البوس ما بدنا نقتله، بدنا نخلص الكوستات اللي في ضايلنا كوستين بدنا نخلصهم بعدين نقتل البوس. بدنا نعمله بنيجي هون ستون سورد كي. اوكي تنزل هون زي ما شايفين في لوت، فبدنا نعمل دروب من هون على اليمين. تمام فوت هون جوا. اول ما تفوت على الشمال راح يكون في حية هيا هناك.
اوكي هون على الدرج في ميج، ميج تافه يعني مش ميج عظيم. اوكي نطلع لهون مش هالحفة، هذا اللوت اللي احنا شفناه، احنا فعليا كنا هنا، احنا طلعنا من هذيك الجهة. ده من هون انزل هون دروب، كمان مرة دروب هون واقتل الاخ هذا. ناخذ الرون ارك ده من هون دروب، كمان دروب، كمان دروب. هون راح يكون في امبوش، انتبهوا. لا تخليه يمسكك. اوكي من هون بدنا نمشي هذاك الطريق، هذا اللوت كثير مهم لازم ناخذه. اللوت هذا سيد بيت كيرس، هذا عشان نبلش الدنجي دا كويست. هون راح يكون في ابدكتر، وهناك كان في سومبر 7 احنا اخذناه اوريدي. بدك تقتل الابدكتر جو اهيد، ولو نطيت الحيطه اللي وراه راح تنزل على جريس، يعني للمعلومات العامه. احنا اوريدي اخذنا السومبر 7، لو تيجي تفوت هون ناخذ هذا اللوت، بعدين فوت من هون نفتح الباب. وهيك بنكون رجعنا للفولكانو مانور زي ما انتم شايفين. طيب الحلقة طولت شوي، بس لازم اخلص الكوست لاين لانه مش راح ارجع هون فعليا الا للبوس او للكوست. تيجي هون نفوت على الغرفة هاي، راح نلاقي راية تحولت لحية. احكي معاها. Lady Tanith, I am told that my mother, I am but people, and but you are not. My serpentine form, the secret now I share. Please keep the... my serpentine. Okay, now we've خلصنا. تروح ترجع تحكي مع تانيث مرة تانية. تكتشف إنه رايا هي فعلياً حية من ال woman serpent. مش معقول تكون ماسر. تحكي معها. سألها على الفورم تبع رايا. اوكي من هون نعمل ريست، ارجع احكي مع تانيث. سوري ما هون بعد ما تعمل ريست احكي مع رايا مرة تانية، المفروض تكون رجعت على شكل بني ادم. اوكي بالضبط احكي معها. It took the first of all, lady. I realize if you discover really. Oh, tell her about the dark place. I remember that. Funny. It's a part you have my greetings to you. I want one day. Okay. أنا خلصنا هيك. نعمل ريست كمان مرة. قيلها انه she's in trouble. Zariah says that something. No. And she has no scars. She gone off. Why won't she? هلا بتكون راحت هي، بتكون اختفت بطلت هناك. She'd have her drink this to purge. تاخذ منها البوشن. Yes, my wish is no different than the but I've no choice. My wish is a but I've no choice. اوكي. من هون بدنا نروح على تمبل اوف جلي محل ما قتلنا البوس. هلا بدنا نروح على المصعد اللي حكيت لكم عنه. فبتيجي هون على الشمال برا
مصعد هون ولا لازم اشغله؟ انا ما شغلته، انا ما شغلته تبا. اوكي ما علينا، مش مشكله، كان لازم اشغله. استخدم المصعد الثاني. اطلع هون. برا ما راح اقتل حدا، بس راح اضلني راكد على اتجاه الكويست عند رايا. انتم متذكرين حكيت لكم وين هي؟ هلا لو طلعت في المصعد المفروض تطلع عندها على طول. هلا بنشغل المصعد، بنروح عندها بعدين بنشغل المصعد. اوكي. بدنا ننط في الشباك اللي كان هون، لو بدك اكثر حنخليه عايش. اوكي. ثانك يو، ثانك يو سير. فوت من هذا الباب هون. اوكي. المصعد هيو انا نسيت اشغله، هذا هو المصعد. وكان لازم غرفة المصعد هيك المفروض انه من عند البونفاير هذا المصعد يشتغل. وين الليفر تاعه؟ بول ليفر. فلو طلعت فيه راح يجيبك هون، بس بالنص في فتحة، في كمان شباك تقدر تنط منه. احنا اوريدي نطينا من هذاك الشباك قبل هيك، كان في ستون سورد كي اذا متذكرين. نزل هون وهون. هون كان في ستون سورد كي احنا اخذناه. اياد. احنا نطينا من هون. فمن هون هاي الغرفة اللي على الشمال راح تلاقي راية فيها. احكي معها. هلا الفكرة انه راية راح تموت في كل الحالات، يا اما راح تموت بعد ما تقتل البوس، يا اما اقتلها هلا. التونيك معناته انت حتكمل لحد ما يجي البوس، قالت لك كلمه كلير. انت في كل الحالات راح تاخذ هاي التاليزمان، في كل الحالات حتاخذ هاي التاليزمان، فمش حيفرق قتلتها هسه ولا قتلتها بعدين، بس نقتلها من هلا وخلص. نرجع نطلع هون. هلا اخر شيء بدي اعمله، بس بدنا نروح نشغل الجريس اللي عند البوس عشان لما نرجع ليتر. هون اركض، انساك من الاعداء هاي كلها. اوكي. معلش طولت الحلقة صراحة، مو عارف ليه، بس انه خلصنا المنطقة كلها وهذا الاشي كتير كويس. كده هون جنب هدول ممكن تسيبني بحالي. كده هون تيليبورت. تمام. هاي الجريس بس تاتش، ما بدنا نقتل البوس، بدي اعمله بس تاتش عشان تكون موجود عندنا الجريس تاعته. في الحلقه الجايه بدنا نكمل الالتس بلاتو كامل. البوس هذا لازم اخلص هذا الكويست، بعدين هذا الكويست، بعدين بدنا نروح نقتله، فحياخذ وقت. فبكل الحالات انا بعتذر الحلقه طولت، ان شاء الله استمتعتوا في هاي الحلقه. كان معكم جيمي، لو عجبتكم لايك وسبسكرايب، وإذا عندكم أي جيم حابين أعمل لكم ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس. بشوفكم في الحلقة اللي جاي. سلام.